لهنا ماشي نتكلم بصراحه معناتها الطول هي. يقول لك راهو هناك اموال مشبوهه وراء الانتاج وراهو هذا طب اموال توا نقرا في بعض الزملاء يقولوا احذروا هناك اموال مشبوهه سامحني هيك يبدا الفريق متعاون مع المنتج وحاطط ثقته في فكره وفي معناتها بمجد كي جاي لدبي ولا طارق ولا احمد كي قعدنا وحكيوا لي كي انت تؤمن واصحابك يؤمنوا بيك راهو هذا يعاونك برشا انه انت اليوم حتى بابسط الامكانيات راك تنجم تعمل حاجه ياسر حلوه. وهذه اللي احمد لندلسي معناتها حكينا عليها المره اللي فاتت يقول انه شخص كي جيت فما ابوين مش مهم مش مشكله يا ريت معناتها بالحق تعرف شنو احنا قصتنا يمكن في الاخر باش تجي فيلم حلو على الاخر لانه احنا انطلقنا من سفاح نابل بالحق بحتى دورو هادي وذاك عطانا نوتوريتي باش عملنا خاتم عليسة شو معناتها حتى دورو حتى فرانك والله حتى دورو قعدت انا واحمد لندلسي وكريم بلخوما ما فماش كاميرا تصور ما فماش جينا قلنا انت عندك صاحبك يكري كاميرا ويت قل له كي نكملوا الفيلم تو نخلصوك انا كان نكلمه ما يعطينيش ما خلصش السفاح ما خلص حد بيان سور الا بعد ما كمل العرض كليتها فيه لا لا خلصت لا خلصنا كل خلصت بعد اي ومن بعد هذا فما اصدقائنا مع نهار اللي بدينا دخلوا اصدقائنا في الانتاج اللي هو اسامه الصفيجي سلم عليه برشا وكذلك زياد بن احمد كان مشارك في انتاج فيلم سفاح نابل وكذلك الموزع اللي عاوننا عطانا افونس سور غيشي سيد لسعد القبانتيني وتوكلنا على ربي ومن بعد جاء خاتم عليسة اللي خاتم عليسة معناها 80% منه سبونسور اما خاتم عليسة خدم الفيلم معناها سالتك خاتم عليسة قلت لك انا خايف ديما نخاف الناس تمشي بحلمة انه عندها فيلم جديد وتحب الفيلم هذايا ينجح ومن بعد نلقاو صعوبات مش مليح في القاعات سواء مريق الفيلم يخلص في روحه مريق معناتها اليوم انا قلت لك نحبوا خاتم عليسة اثنين فيزمو يخلص الاول باش الاولاني مش باش يخلي 100 فرانك دين على ظهره خلص سي بون الحمد لله بالنسبه لي انا خاتم عليسة واحد خلص روحه توا نعلنوا خاتم عليسة اثنين ينجم يكون انا برشا مشاريع انكور عاد انت وعدتني اي نجم يكون نحكي على الوقت مانيش نحكي على معناها توا بالنسبه للوقت عنا برشا مشاريع على الطاولة بيان سور مانيش انا ديسيدور وحدي في الحكاية هذه هو مجدي هو زاد عنده مجدي فما اثنين عنده ما يقول عنده فما اثنين لا فما اثنين ما قلتش ما فماش انا قلت أنا هو فما اثنين باش قص على احمد فما اثنين ولكن فما مشروع اخر نتاع صغار باش يكون بين الواحد واثنين عنا فيلم اخر نتاع صغار محطوط على الطاولة ان شاء الله قداش ولاد الحي في دبي تكلف والله ماهيش حاجه ماهوش رقم نقول لك حاجه مهمه على فكره مش كان في تونس راهو تنجم تخدم فيلم حتى فرانك انا فيلم حب ملكي للمنتج والكاتب والمخرج جمال سالم اخدمناه فريق كامل ماخذينا حتى فرانك بعد ما باعوا بعد ما تعرض في سينما بعد ما تعرض في مهرجان الخليج السينمائي وبعد ما تعرض في السينما وباعوا طيران الامارات وقتها نحن بعدها خلصنا راهو مش كاين في تونس تنجم انت تخدم فيلم غير حتى فرانك لا توا سابقه هذه اللي صارت مع مجدي ومع ها قلت لك احنا دي حب ملك 2008 احنا خدمناه في الامارات في الامارات ماهوش رقم كبير برشا ماهوش رقم كبير برشا بالمقارنه لا معناها مش معناها ماهوش رقم كبير برشا معناها اقل من دعم نتاع وزاره الثقافه للافلام المدعومه واضح شوف هادي فما نقطه ما قلناهاش يعني يقول لك هذا عمل سفاح نابل عملوا خاتم عليسة وعملوا ولاد الحي في دبي وعملوا زراعة بليس معناها وعاملين كل سنة مرة كور متراج يعني كل انتاج هذا الكل معناها منين وكيفاش وقديش نقرأ قالوا طبيب أموال أي مرح مرحبا بهم فينهم هالأموال وينهم مرحبا هم الأموال وين وإحنا تعالوا نشوفهم طبيب أموال من دبي مرحبا مرحبا احنا الأفلام هذه اللي سميتها الأفلام جودي بيان الأفلام يمكن متكلفه في حق فيلم تونسي ملي قاعدين يكذبوا علينا ويقول لك راه متكلف مليار ونص تو نرجع للجمله اللي قلتها هذه اربع افلام سوم فيلم